الصباح احنا واقفين معاها وبتوزع سلع على المواطنين باسعار مخفضه ونالت رضا الجماهير بشكل كبير. تبقى جاهزه 19 مليون يعني مره بتباع الفراخ حيه كيلو 19 مليون مدروحه وجاهزه للمواطنين 19 مليون. كل السلع اللي موجوده في قائمه السلع الموجوده دي الحمد لله يعني وصل الخبر لمدينه عسير بقياده وزاره التموين طبعا تحت اداره السيد وزاره التموين وفر السلع الاساسيه زي الرز والمكرونه وصلصه وسمنه وزيت وكل المشتقات اللي معانا بتاعت البقاله موجوده وده يعني مفرز متحرك معانا واحنا حاليا موجودين في منطقه السوق والسوق ده اللي هو المكان الاساسي بتاع مدينه ابنوس بنوصل لكل قرى مركز مدينه ابنوس. Thank you.